السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ربطون خير. اخر فيديو كنا وقفنا عن عند الشكل اللي احنا كنا عملناه ده، لما كنا عملنا له محاكاة، تمام. وقلنا ان الفيديو اللي جاي اللي هو المفروض ان احنا بنسجله النهارده ان شاء الله هيكون ازاي نرفع الكود لل HMI بطريقتين، تمام. فاحنا الاول هنعرف ازاي نظبط البرايتنس بتاعت الشاشة، تمام. ده رقم واحد. تاني حاجة هنعرف ال instruction set المختلفة ازاي نجيبها، وازاي نعرف كل instruction بيعمل ايه، وازاي اعرف ايه المتاح لي وايه اللي مش متاح لي، تمام. خلينا اول حاجة، انا هنا create button زي ما اتفقنا، انت ممكن تجيب البطن ده من هنا اهو، تمام. جيت على البطن ده من ال attribute بتاعه هنا، خليت الديفولت فونت كولر ريد، ممكن تغيره عادي من هنا زي ما انت حابب، خلينا نخليه مثلا جراي. وقلت له لما يحصل بريس هتخلي لونه بلاك، تمام، ده زي ما انت شايف كده. طيب لما البريس ايفنت بتاع البادون ده ايه؟ قلت له لما اضغط عليه روح لبيج واحد، وجيت هنا من بيج كريت بيج جديدة اسمها بيج واحد، دي اللي هي ايه، بيج للاي. انا قلت له هنا روح للبيج للاي دي بتاعها رقم واحد اهي، اللي هي بيج ده الاي دي، الرقم اللي في الجنب ده الاي دي، مش اللي جنب البيج اسم البيج. انا ممكن اغير الاسم ده عادي، تمام. يعني مش الاسم، مش اسم البيج هو اللي بنادي بيه، بنادي بالاي دي، يعني بيج زيرو البيج الاي دي بتاعها زيرو، وهكذا. طيب جيت في البيج زيرو دي، نفس السويتش اللي كان موجود هناك او الباتون اللي كان موجود هناك هيوديني ايه لبيج واحد، اللي هي نفس البيج اللي انا فيها يعني، تمام. ده يعتبر ملوش لازمه هنا يعني، لو لغيته عادي يعني، لو جيت على ده كده قلت له ديليت عادي مفيهاش مشكله. بس جيت تحت هنا عملت كمان باتون سميته باك عشان يرجعني للبيج اللي انا كنت فيه. جيت انا قلت له لما اضغط على الباك وديني للبيج اللي الاي دي بتاعها زيرو، تمام. جيت هنا نزلت سلايدر زي ما انا السلايدر قلنا بينزل من هنا من الكومبوننت من هنا اهو، تمام. وجيت على الاتريبيوتس بتاع السلايدر ده، خليت الهايت بتاعه مثلا اللي هو النوب اللي موجود هنا الجزء الصغير ده، جيت هنا خليت الكيرسر هايت ده خليته انا ب 65، ممكن نغيره عادي 70. وجيت قلت له خلي لي الويتس بتاعه ب 20، ممكن نخليه 30 عشان اوريكم برضو ايه اللي هيتغير. ده الجزء اللي هو البني اللي انا هبدأ احركه عشان اعمل بيه ادجاست للبرايتنس، تمام. وزي ما عرفنا ان كان فيه في الستايل ذات نفسه، بدل ما انا ممكن اختار سوليد كولر ممكن انزل كروب ايمج، ممكن اختار صورة انا محتاجها تبقى هي الباك جراوند وانا بتحرك عليه سلايدر، يعني مثلا زي السلايدر اللي هنا ده، تمام. ممكن نغطيها ان شاء الله في درس لوحدها تاني. يبقى انا بالنسبة لي كده ده السلايدر اللي هعمل بيه ادجاست للبرايتنس. طيب اسمه ايه؟ اسمه اتش زيرو زي ما اتفقنا. انا عندي كلاس، الكلاس ده فيه اوبجكتس، كل اوبجكت ليه اتريبيوتس او ليه شوية خصائص، تمام. طيب جيت هنا نزلت تكست اسمه تي واحد اهو، تمام. من هنا غيرت قيمته، يعني خليت اللي هو قيمة التكست او الكاركتر اللي مكتوب فيها دلوقتي 20%، تمام، او 20%. احنا اتفقنا ده هيرجعني للبيج بعد ما اعمل ادجست للبرايتنس، تمام. وده هيعرض لي قيمة البرايتنس، يعني ده مش هيحصل فيه حاجة سواء في التاتش او في الريليز، لكن ده اللي هو الخاص بالادجستمنت بتاع البرايتنس. هاجي هنا بيقول لي في التاتش بريس ايفنت، مش عايزه يعمل حاجه في التاتش بريس، بس يعمل حاجه امتى؟ مش في التاتش ريليز، هقول له لما اشيل ايدي حول لي الاتش زيرو دوت فاليو، تمام، حطها لي في التي واحد دوت تكست زيرو زيرو. يعني ايه كونف اكس ال H0 دوت فاليو وال T1 دوت TXT، تمام، 0 0. دي بقى خلينا احنا كده دخلنا في ايه، في ال instruction set او الجزء الكودينج اللي بيتكتب على السكرين،
طب ده انا هعرفه منين؟ خلينا كده نفتح الموقع بتاع الشاشة. تمام، باجي هنا بقول لي ده the next iron instruction set. انا محتاج ايه؟ هبدأ هنا بيشرح لي، بيقول لي اي حاجة هتلاقي جنبها اللون الازرق ده اعرف انها من النوع basic اللي هي معانا. لو لقيت اللون الاسود يبقى enhanced، تمام. لو لقيت اللون الاحمر يبقى دي intelligent. لو لقيت الدايرة اللي فيها 3 الوان يبقى ده بيطبق على كل الانواع. لقيت اللونين دول يبقى البيزك والانهانسد، بس لقيت اللونين دول يبقى الانهانسد والانتليجنت. طبعا انت لو ممكن تقرأ بقى الكلام ده كله، انا قرأته قبل كده. تمام، ادي ادي كونفكس بيقول لي بتعمل ايه. كونفيرت variables from numeric type to text، يعني بتحول لي النيوميريك او القيمة العددية لتكست. وانا هنا مش ال H0 ده قيمة كفاليو ما ينفعش اخزنها في تكست، لان دي رقم، التكست بيتعامل مع كاركتر. فانا المفروض احول اعمل تايب كاستنج من نيوميريك لايه؟ لتكست. طيب خلينا نرجع نشوف بيقول لك تنفذ ازاي. ادي كاتب لي هنا ايه، بتحول النيوميريك لتكست. خلينا ننزل نشوف الاكزامبلز اللي هو كتبها. بيقول لك مثلا convert x ال h0 dot value هتحطها في ال t0 dot text 00. بيقول لك convert value of h0 into t0 dot text وزاوية leading zeros، يعني مش هيحط zeros بعد ما يخلص. تمام، المفروض ان انت بعد عشان تنهي الكاركترز او الكلام ده ممكن تحط zeros، ممكن تحط null وهكذا. ممكن بقى تقرأوا ال examples اللي موجودة هنا. عايز تحدد ال digits مثلا، تحدد 4 أرقام، 3، 2، 1 وهكذا. عايز تخليها هيكس برضه هتلاقي عندك ايه كذا حاجة. هنا برضه هتلاقي فيه ال conv بس من غير ال x، ده بيحول من numeric ل text. بس بقى هي هتلاقي هنا ايه كاتب لك بقى ان هو برضه بيحدد لينس معين. ويبقى انا هنا اهو الصيغة بتاعتها الكونف السورس، بعد كده الديستنيشن، بعد كده اللينس. تمام، انما هنا لو جيت تشوف هتلاقي بيقول لك كونف السورس الديستنيشن اللينس الفورمات. تمام، دول اللي احنا قلنا. لما تقرا الاكزامبلز اللي هنا دول هتفهمهم اكتر لو انت ما فهمتش انا اقصد ايه. تمام، يبقى انا حولت ال H0 dot value اللي هي خاصة بالسلايدر، يبقى قيمة السلايدر وانا بتحرك سجلتها في الايه، ال T1 dot text اللي هو ده. تمام، وجيت قلت له بعد كده خد لي ال VA0 dot value حط لي فيها ال H0 dot value، يعني سجل لي القيمة الرقمية اللي هي H0 dot value في متغير انا نزلته هنا اهو في variables في component. هتلاقي في ال component في حاجة اسمها variable، لما بتنزل variable بينزل لك هنا اهو ده ال VA0. تمام، يبقى انا اول ما هعمل تاتش ريليز هياخد لي قيمه ال H0 دوت فاليو اللي هي قيمه السلايدر الحاليه يحطها في متغير. تمام، عشان اضمن ان انا القيمه دي ثابته حاليا اللي هي اخر قيمه اخدتها. وبعد كده هقول له ايه ديم اس دي. طبعا انت جيت تشوفها كده على الانستراكشن هيقول لك دي خاصه بالبرايتنس، في ديم وفي ديم اس. خلينا نشوف، بسم الله، اهي ديم وديم اس. تمام، بيقول لك ان الديم دي لو انت عملت اساين بفاليو من 32 مثلا ل 100، فدي بتعبر عن قيمة البرايتنس كبرسنتج او كنسبة مئوية. طيب هنا بيقول لك الديم اس هما الاثنين يعتبروا زي بعض،
بس لما تيجي تقرأ هنا كده بيقولك ايه، نوت ان ال dim equal will set the current backlight level to 32%، تمام، و using dim s بيقولك انها هتخلي ال current backlight level 32، وهتحفظ ده لل new power on، يعني لما تفصل وتشغل هتثبت على ايه، اخر قيمة انت كنت مختارها، تمام. يبقى احنا كده لما انا ليه اخترت ال dim s دي، عشان لما هقفل الشاشة واشغلها تاني الاقي ايه قيمة اخر برايتنس كنت مختاره لسه موجود، تمام. نفس الكلام انا هنا ده في التاتش ريليز اللي هو لما اشيل ايدي هينفذ لي الكلام ده. طب ما انا عايز برضو طول ما انا بتحرك يعمل لي نفس الكلام، يعني طول ما انا بتحرك بالسلايدر كده ياخد لي يسجل لي الفاريبلز دي ويظهر لي برضو ايه، يغير في قيمة التاتش عشان احس بالانتراكتيف اللي بيحصل في الموضوع ده، تمام. يبقى نفس اللي بيحصل هنا هعمله ايه هنا في التاتش موف. لو انا جيت كده اعمل ديباج، طيب هي كده شغالة تمام مفيش مشكلة، بس انا عايز اقولك هو ليه ليه اشتغل على البيج اللي هي رقم واحد على طول. لما تيجي تشوف هنا البروجرامز احنا قايلين ان هو في الباور اون باور اون ستارت بيج زيرو، يعني اول ما هيشتغل هيروح على البيج اللي الاي دي بتاعها زيرو. لو انا عايز اعكس ممكن احطها الاي دي البيج بتاعها واحد، اقول له ديباج، وليكن مثلا ان انا محتاج اليوزر قبل ما يشتغل يعمل ايه سيت للبرايتنس. لو انت واخد بالك برايتنس ايه بقدر اتحكم فيها زي ما انا عاوز، تمام. بس انا حاطط له هنا مينيموم 20 عشان نشوف ال20 دي متظبطة ازاي. هتيجي هنا تختار البيج، هتيجي على الاتش زيرو ده في الاتريبيوتس هتلاقيني كاتب له المينيموم فاليو 20، ما يقلش عن كده. ليه؟ لان هو لو قل مثلا عن 20 ممكن ما يشوفش الشاشة ما يقدرش يرجع البرايتنس دي تاني، تمام. فتحسبا ان المشكلة دي ممكن تحصل بتحط لها سوليوشن من دلوقتي. طيب خلينا نعمل ديباج. هنا بيقول لي ايه بقى، the default backlight brightness of the simulation is 20%، هل ارجعها 100 ولا continue على نفس ال value؟ هقول له continue على نفس ال value اللي هي كانت ايه اخر قيمة انا كنت مختارها. adjust مثلا ال brightness اخليها 50%، فاقول له باك، تمام. كده رجعني للمين سكرين اهي، كل حاجة interactive معايا، الكومنتس اللي بتبقى ظاهرة هنا اهي كسترينج. لو عايز اعمل ادجست للبرايتنس هضغط هنا اختار اغير البرايتنس عادي باك وهكذا، تمام. طيب انا خلصت الكود ومحتاج ابعته للشاشة، قدامي حل من اتنين. الحل الاول اللي هو ان انا استخدم الابلود. طيب الابلود دي عشان استخدمها محتاج ان الشاشة تكون كونكتد بالجهاز. طب الشاشة اصلا ما بتدعمش انها تبقى كونكتد، الشاشة فيها وسيلة كوميونيكيشن اللي هي ايه ال TTL او ترانزستور لانجويج، تمام. عشان اعمل الموضوع ده محتاج اللي هو ايه USB to TTL. اي USB to TTL؟ ال USB to TTL ده بيبقى فيه 5 فولت 3.3 جراوند تي اكس ار اكس، وليكن مثلا النوع ده اللي هتلاقيه المشهور اوي موجود في السوق اللي هو السي اتش 340 جي، تمام. هتلاقي برضو 3 و3 و5 وجراوند وار اكس وتي اكس. هاجي اختار الار اكس بتاع الموديول ده هوصله بالتي اكس بتاع الشاشة، والار اكس بتاع الشاشة هوصله بالتي اكس بتاع الموديول ده. يبقى انا تي اكس بالار اكس والار اكس بالتي اكس كده مفيش مشكلة، وصل الجراوند بتاع الشاشة مع الجراوند ده، بس مش هوصل الخمسة فولت مع الخمسة فولت بتاع الموديول ده. ليه؟ الخمسة فولت بتاع الموديول اللي بيخرج منه بيبقى معتمد هنا اكتر على ال CH 340 جي، فده بيعمل له مشكلة لما اجي ارفع الكود ان البرنامج او السوفت وير ما هو شايف ان الموديول متوصل اصلا،
تمام، يعني الفولتج دروب اللي انا ببقى اعمل ببقى سحبه، انا محتاج كارنت عالي، محتاج 500 او 600 ملي امبير عشان اشغل الشاشه. فهنا بيحصل دروب ان الموديول ذات نفسه ما بيقدرش يشتغل، فالجهاز مش هيبقى شايف. فالحل ايه؟ الشاشه لما بتشتريها بتبقى جايه بالشكل ده. ثواني بس بيحمل. خلينا نقوله مثلا البيزك سيريز. بيجي لك معاه مايكرو يو اس بي كونكتور، طلع لك 5 فولت بجراوند. اه دي شكل ال، خلينا نختار النوع اللي معانا اللي هو 05. تمام، اذا نزل الداتا شيت بتاعتها اقول له هنا اضغط على دي. ما بتجيلك بتبقى بالشكل ده بالظبط. تمام، بيجيلك معاها الكونكتور ده، في طرفين اتنين بس، طرف مكتوب جنبه بلس وطرف مكتوب جنبه ماينس، والكابل ده بيركب في الشاشة. ده مش هتقدر تقلبه ولا تركبه غلط الا لو كسرته بقى. تمام، هتيجي توصل عندك طرف احمر وطرف اسود، الاسود ده الجراوند والاحمر 5 فولت، هتوصلهم هنا في الكونكتور، وتوصل اي وصلة يو اس بي مايكرو وتوصله عندك فين؟ في اللاب. يبقى كده متوصل في اللاب الجراوند وال5 فولت، واخدين مصدر تغذية من اللاب لوحدهم. تمام، هتيجي على الطرفين التانيين اللي هما الازرق والاصفر، هتوصلهم باليو اس بي تو تي تي ال. وكده كده لما اليو اس بي تو تي تي ال يبقى متوصل بالجهاز، يبقى الجراوند بتاعهم متوحد. تمام، اما تيجي ترفع الكود هيديتكت وهيشتغل معاك. تمام، طيب الشاشة شكلها عامل ازاي من ورا؟ ده الشكل بتاع الشاشة، ده مكان اليو ارت او اليو اللي هو الكونكتور اللي انت بتوصله. تمام، هنا ده الدرايفر، هنا التاتش سنسور، الجي بي يو. اه بالمناسبة الجي بي يو ده اس تي ام، يعني بيزد ارم، برضو سرعة البروسيسنج بتاعته 48 ميجا هرتز. تمام، هنا بقى ده الاس دي كارد سلوت. الاس دي كارد سلوت ده لما باجي ارفع الكود بالطريقه التانية اللي هي عن طريق الاس دي كارد. فخلينا نرفع الاول عن طريق اللي هو الابلود. تمام، انا دلوقتي موصل الشاشه وكله تمام عشان برضو اتاكد انها واصله. اجي كده هنا اقول له مانج، هاجي على الديفايس مانجر، البورتس، هلاقي ال CH340 متوصل اهو واخد الكوم 14. تمام، هاجي هنا اعمل ابلود، بيقول لي هل انت عارف الكوم بورت كام؟ لو انا عارف اقول له اه اهو رقم 14. هنا البود ريت، البود ريت ده كل ما انا البود ريت كان عالي كل ما سرعة النقل هتبقى اسرع. تمام، يعني لو انا اخترت مثلا 2400، ده بص بيقول لي estimated time قد ايه، estimated upload time 6770 ثانية. طب لو انا اخترت اقصى بود ريت هيقول لي estimated time عشان يرفع الكود كام، او يرفع الجي او اي ديزاين، 31 ثانية. هقول له جو، ماشي، the port is closed. ماشي،
طيب هاجي اعمل ابلود تاني، اختار هو كده مش واصل. هو كده يتعرف. طيب نتأكد برضو ان هو ممكن يكون اخد اي اي دي تاني. كده مش متعرف. تمام كده قرأ عند 14 اهو. اجي هنا اقفل دي وافتحه تاني، ابلود واقول له اختار لي الكوم 14، اخترت اقصى بود ريت 31 ثانية اقول له جو. تمام كده بدأ يبعت الكود اهو، يعتبر كده الكود اتبعت. قال لي داونلود فينيشد، توتال تايم 0 اور 0 مينيت 1 سكند. طيب هو ليه بعت الكود بسرعة كده؟ عشان برضه نبقى فاهمين، الكود ده عشان ما فيهوش جرافيكس كتير او ما فيهوش بيجز كتير وما فيهوش انيميشن كتير، فالمساحة بتاعته صغيرة فبعت بسرعة. غير كده ان انا مستخدم بود ريت سريع جدا. انا قلت له كده اكزيت. المفروض كده ان الشاشة معايا، احاول الشاشة المفروض ان هي هتبقى. طيب خلينا نعمل ديباج وهظهر لك الشاشة بتبعته دلوقتي. تمام هقول له ماشي كونتينيو سند كوماند تو، هقول له سيميوليتور نيكست شان ديزاين او نيكست اين ديفايس، وقول له كوم 14 واعمل كونكت. تمام هو كده كونكتد. ركز في اي حاجة هتيجي هنا، دي جاية من الشاشة، خليها سترينج. انا دلوقتي هضغط على السويتش رقم واحد. تمام انا ضاغط دلوقتي، لما اشيل ايدي هيبعت اس. سويتش اتنين، شيل ايدي يبعت اس. تلاتة اس، اربعة خمسة وهكذا. تمام ده بالنسبة للشاشة. يبقى احنا كده رفعنا الكود، عرفنا نرفع الكود ازاي عن طريق ايه، اليو اس بي تو تي تي ال. طيب الطريقة دي مش efficient ليه؟ مش هتنفع مع الملفات اللي احجامها كبيرة. طيب الحل ايه مع الملفات اللي احجامها كبيرة؟ ده ان شاء الله هنخليه في فيديو، او مش شرط نخليه في، خليه يلا في نفس الفيديو ويبقى فيديو واحد. تمام او خليه في الفيديو الجاي عشان برضو ايه هنحتاج نفرمت الكارت والكلام ده ونعرف الصيغة اللي بيحتاجها وكده. تمام الفيديو اللي جاي ان شاء الله مش هيكون طويل، هيكون حاجة بسيطة. شكرا.